حبايبي المشاهدين برحب فيكم انا باسم بحلقه هايلايت جديده من ايفي بالعربي يلي رح نضوي فيها شوي عن السيارات الارخص من ناحيه الدفعه الشهريه للتاجير الشخصي او البريفات ليزنج الموجوده بالسويد. ما حطول كثير بالحكي، خلينا نفوت بالحلقه مباشره بعد الشهر. استنوني. رجعت لكم، كل امل انكم تشتركوا بالقناه وتدعموا هالقناه، وكتير سعيد بكل التعليقات اللي عم تنكتب، وكتير سعيد عم كون بمشاركاتكم، فلا تحرمونا منها، الله يخلينا ياكم، ودعموا القناة وعملوا شير للفيديو لكل الناس اللي بتحبوه، وحطوا لنا لايك معلش، وان شاء الله القادم احسن بكتير. الشغلة الثانية اللي بحب احكيها عن البريفات ليزنج، اللي ما له عرفان كتير شو هذا البريفات ليزنج او التأجير الشخصي، فيه ينقر بس اللينك ويشوف حلقتي السابقة من هايلايت، لاني حكيت بشكل مفصل عن هذا الموضوع مشان يقدر يمشي معنا بهي الحلقة اكثر واكثر. واللي شايفها خليه معي لا يروح لقرني. الشغلة الثالثة اللي بحب احكيها، ومن خلال متابعتي انا خلال 3 سنين مضت مثلا لموضوع البريفات ليزنج، ارخص سياره شفتها سياره عاديه، ما عم نحكي على سياره كهرباء، شفتها للبريفات ليزنج كانت يمكن داسيا ب 1700 كرون. اذا عمليا صعب نلاقي سياره كهرباء تحت ال 2000 كرون، ولو انه كان في عندنا استثناء السنه الام جي زد اس، السياره الصينيه حقيقه فاجات الجميع بسعر البريفات ليزنج دفعه شهريه ب 1990 كرون ببلش، والسيارة انطلبت وانحجزت وخلصت وراحت، وحاليا ما لها موجودة هذا الموديل. الموديل الجديد اللي جاي 2022 واللي حاحكي عنه بعد شوي بالحلقة جاي بباكج مختلفة بمواصفات مختلفة، وعمليا السعر ارتفع مع الضل هو 1990. فحاليا ما في سيارة كهرباء بالسوق دفعتها الشهرية للبريفات ليزنج تحت ال 2000. اذا بهي الحلقة لحاول اقصد كل السيارات الموجودة بين 2000 و 3000 كرون كرينج ونحكي عنهم كلهم بسرعة، وبعدين يمكن حلقات القادمة نحكي عن باقي السيارات، مثلا الرينج، مثلا السيارات الموجودة بين 3 و4 وبين 4 و5، لسبب بسيط انه معظم السيارات اللي حنحكي عنها اليوم، معظمها مو الكل، هي ذات الحجم الصغير، ميني، سيارات مدن صغيرة، SUV صغيرة، فيمكن معظم هالسيارات لكتير الناس ما بتناسبهم. فعمليا مشان نضوي على كل السيارات ولكل الخيارات الموجودة بالسوق، فحنعمل حلقات ان شاء الله هايلايت قادمة لباقي السيارات، لباقي الرينج، لباقي الاسعار الموجودة. شغلة كمان اخيرة بحب احكي فيها، انه الاسعار متقلبة كتير عم تكون بالسوق حاليا، واحد الاسباب اللي عم تخلي الاسعار متقلبة هي ممكن موضوع الشحن. الشحن عم ياخد وقت، في سيارات اوريدي موجودة عند الوكلاء، وفي سيارات ما لها موجودة بدك تطلبها وبدها وقت لتصل. وقت الشحن الليفرانس ديد بسموه بسويدي، هذا انتو لازم كمان تشيكوه مع الوكيل اللي حتطلبوا من عنده السيارة، لاني ما عندي فكرة حقيقة عن كل السيارات. خلينا ما نطول كتير، خلينا نبلش نحكي عن السيارات. مثل ما حكيت لكم رح بلش لكم السيارات الارخص من ناحية الدفعة الشهرية، وتسلسل فيها لاصل لل 3000. اوكي خليكم معي ركزوا. اول سيارة حكي عنها حكيت عنها قبل شوي، اللي هي ام جي زد اس اي في موديل 22. الام جي ماركة بالاساس انجليزية بس مستحوذ عليها من شركة صينية، فهي عمليا سيارة صينية. الام جي غزت السوق الاوروبية والسويدية خلال عام 2021 مثل ما حكينا، وحققت مبيعات خرافية من خلال عرضها لسيارتها بسعر 1990 كرون للتأجير الشخصي لمدة 3 سنين و1000 ميل بالسنة، يعني 10000 كيلومتر، بالاضافة طبعا للصيانة المجانية. طبعا هذا كان ارخص سعر بريفات ليزنج لسيارة كهربائية بالسويد. قدرت الام جي تبيع كل حصتها بالسوق بسرعه قياسيه، واعلنوا انه السياره اساسا ما عاد متوفره بالسوق، وانه موديل جديد رح يتوفر السنه الجايه. حاليا السياره الجديده صارت مو متوفره، ولكن صار ممكن نحن نطلبها نحجزها اونلاين، رح تجي بال 2022. الدفعه الشهريه زادت طبعا وصارت 2495 كرون بالشهر، بس لازم نعرف انه الام جي طورت كثير بالموديل الجديد للزد اس، وخلت بطاريتها اكبر 72 كيلو وات، ومداها بيصل اكثر من 400 كيلو متر، وعدلت حتى من شكلها الخارجي والداخلي لتصير مضروبه اكثر. الحقيقه هي السياره من حيث المساحات والتخزين، عندنا مساحه تخزين تصل 450 لتر، بالاضافه كمان للبطاريه الكبيره والمدى الطويل اللي صار معها وسعرها المناسب، هي كلهم هدول بيعملوا مثل باكج مهم كثير لاي حدا عنده عيله صغيره وحابب يدخل عالم السيارات الكهربائيه بارخص التكاليف. ولا تخافوا على حالكم وتقولوا انها سيارة صينية، لانها انظمة الامان متوفرة فيها بشكل جيد، حتى هي تقييمها كتير منيح من اليورو ان سي اي بي اللي واخذة 5 نجوم كاملة. انا بشوفها من انسب السيارات حقيقة ضمن الليستة تبعنا لليوم.
سيارة تانية عندها نفس الدفعة الشهرية للبريفات ليزينج اللي هي 2495 كرون اللي هي مازدا MX30. حقيقة مع عدم قناعتي بهي السيارة بس لح احكي بكل صراحة، هاي السيارة هي السيارة الوحيدة الكهرباء الموجودة عند مازدا. مثل ما حكينا البريفات ليزينج ببلش من 2495 كرون بالشهر وعقدها بيجي لثلاث سنين والمسافة السنوية هي 1000 ميل 10000 كيلومتر بالإضافة للصيانة المجانية طبعا. السيارة كمان هي من فئة الميني هاتشباك، هيك سيارة مدن صغيرة، وللأمانة تصميمها الخارجي جميل والمقصورة الداخلية جميلة جدا وأنيقة ومن أجمل السيارات أنا بشوفها بفئتها، بس إلها عدة مشاكل. أول شيء وأهم شيء إنها بتجي مع بطارية يمكن الأصغر بالسوق وهي 35.5 كيلو وات ومداها بيصل حوالي 200 كيلومتر بالشحنة، وهذا الحقيقة قليل كتير هالأيام. تاني مشكلة هي المساحات الداخلية، مساحة الركوب حقيقة الركاب صغيرة كتير، حتى طريقة الصعود للخلف والباب الخلفي اللي هو أساسا ما له باب، هو حقيقة نص باب ولازم نفتح الباب الأمامي لنقدر نفتحه ونطلع للخلف، ومستحيل حدا طبيعي يسع ورا باستثناء أطفال يعني. بالإضافة لمساحات التخزين اللي هي تقريبا شبه غير موجودة يعني، حتى لو بتشوفوا صورها على البلوكيت مثلا ما بتشوفوا ولا وكيل حاطط صورة للطبون الخلفي او المكان التخزين خلفي، يمكن بيستحوا من هالقصة ما بعرف. يعني السيارة ما كتير عملية لعائلة، بس ممكن تكون لشخص عزابي او كابل متجوزين جديد ما عندهم اولاد وعايشين ضمن مدينة مشاويرهم هيك قصيرة، ممكن تكون مناسبة لهم كتير. السيارة اللي بعدها هي سيارة حببة كتير لقلبي وهي رينو زوي زد اي. هاي السيارة سيارة ميني هاتشباك صغيرة نسبيا عملية وفيها كتير ميزات. السيارة ببلش سعر بريفات ليزينج تبعها من 2690 كرون، وهذا السعر النظامي على موقع رينو حقيقة، بس ممكن نحن على البلوكيت نلاقي عند بعض الوكلاء المحليين سعرها ممكن ينزل اكتر شوي لتحت، ممكن يكون 2590 او حتى 2495. العقد مدته 3 سنين 1000 ميل يعني 10000 كيلومتر بالإضافة للصيانة المجانية، وهون في ميزة إضافية بهذا العقد عند رينو زوي هي الإطارات الشتوية، إذن مع رينو زوي بيجي إطارات شتوية مجانية. الزوي مزود ببطارية 52 كيلو وات، مداها حقيقة ممتاز بالنسبة لحجمها بيصل 385 كيلومتر، والسيارة ممتازة للتنقل ضمن المدن. ولتعرفوا أكثر عن هالسيارة أنا عامل ريفيو الحلقة الجاية من إي في بالعربي اللي حتكون عن رينو زوي، فيكم تشوفوا كل التفاصيل المتعلقة بهالسيارة من ناحية المساحات والتخزين والمدى وكل شيء بتعرفوه، فأكيد فعلوا جر الجرس مشان تجيكم الحلقة الجاية تبعي من إي في بالعربي وتشوفوا كل شيء بتكون إياه عن رينو زوي. وبنفس هذا السعر 2690 كرون في عنا سيارتين موجودين كمان هون اللي هن أوبل كورسا E وعندنا كمان البيجو 208 E. السيارتين متطابقين بكل شيء، سيارتين ميني هاتشباك خارج مدن صغار هيك منمنمين، وهن حقيقة منافسين مباشرين للرينو زوي، بس الرينو بتضل أوسع أنا بشوفها من الداخل ومساحات تخزين أكبر، طبعا بطارية أكبر والمدى أطول. على كل حال السيارتين بيجوا بنفس حجم البطارية 50 كيلو وات وتقريبا نفس المدى اللي هو 330 كيلومتر للشحن الوحدة، حتى المحرك نفسه 100 كيلو وات، ومساحات المقصورة الداخلية والتخزين تقريبا متشابهة تماما. الاختلاف بينهم بس هو الشكل الخارجي والتصميم الداخلي اللي بعتقد انه البيجو هون متفوقة كتير بهذا الموضوع، وكفتها أرجح لأنه تصميمها الخارجي والداخلي أجمل بكتير، والموضوع بالنهاية أذواق وتابع لكم. المهم بريفات ليزنج للسيارتين كمان متطابق من حيث السعر 2699 كرون، والمدة الزمنية هو 3 سنين، المسافة السنوية المقطوعة هون تجي أكتر بشوي هي 1500 ميل يعني 15000 كيلومتر، وهذا الشيء كتير منيح، وكمان عنا الصيانة مجانية طبعا، أكيد ما بيجي معها دواليب شتوية. حقيقة بيجي بعدهم سيارة محببة لقلبي، سيارة هي فينا نقول عنها عميدة السيارات الكهرباء، أقدم السيارات الكهربائية تقريبا من ناحية العمر، اللي هي النيسان ليف. أنا شخصيا بشوف عقد النيسان ليف من أقوى العروض الموجودة حاليا بالسوق للسيارات الكهربائية. في عدة أسباب للموضوع، سمعة السيارة وتاريخها أكيد مهم كتير، مواصفاتها بشكل عام والتقنيات الموجودة فيها ممتازة، مساحاتها جيدة، مساحة تخزين جيدة، بطاريتها 40 كيلو وات. طبعا نيسان ليف عندها بطارية أكبر 62 كيلو وات، ولكن هي السيارة بتصير دفعتها الشهرية بتتجاوز 3000، فهي حاليا مو ضمن الفئة اللي عم نحكي فيها.
مثل ما حكينا بطارية إذا بتجي 40 كيلو وات بهذا الطراز ومداها بيصل ل 280 كيلومتر. واللي حابب يعرف أكثر عن سيارة نيسان ليف ينقر بس الرابط الموجود بأعلى الصفحة ويشوف حلقتي الريفيو اللي عامله أنا عن نيسان ليف ويشوف إذا هي مناسبة لإله لما لا. على كل حال البريفات ليزينج للنيسان ليف ببلش من 2899 قرون، حقيقة عرضة ممتاز. أول شيء مدة زمنية تبعه 2 و3 سنين، أنا بحب المدة الزمنية الأقصر. تاني شيء بيجي مع العرض دواليب شتوية. ثالث شيء المدى كمان 1500 كيلو، يعني عطوك مدى أطول وعطوك مدة زمنية أقصر وعطوك دواليب شتوية بالإضافة للصيانة المجانية. بنفس السعر تبع نيسان ليف اللي هو 2899 في عنا ماركة كمان مقدمة سيارة تانية اللي هي أوبل موكا إي. هي السيارة هي سيارة SUV صغيرة بتجي نفس المحرك والبطارية والمدى تبع الأوبل كورسا اللي حكينا عنها اللي هي 50 كيلو وات ومدى تقريبا 330 كيلومتر. طبعا هي السيارة أكبر شوي من الأوبل كورسا وشكلها الخارجي بالنسبة إلي بشوفه أحلى وبعتقد هي مناسبة لعائلات صغيرة أكثر. سعر البريفات ليزنج مثل ما حكيت ببلش من 2890 كرون والعقد مدته 3 سنين والمسافة السنوية هون تجي 1500 كيلومتر والصيانة مجانية. إذا فرق السعر بس 200 كرون عن أوبل كورسا إي، أنا بشوف أنه هذا الفرق بيستاهل حقيقة لأنه بهال 200 كرون رح يخلوني أحصل على الأوبل موكا إي اللي هي حجمها أكبر، شكلها أجمل، مساحات الداخلية أوسع، مكان التخزين أحسن. فيعني الموضوع بالنسبة إلي أنا بشوف انه بيستاهل 200 كرون، بس انتو بالنسبة لكم كل واحد يشوف ميزانيته وانو سيارة بتناسبه اكتر. وهون نصل للسعر 2999 او 2990 او 2995 او اللي هي عمليا 3000 كرون. وعنا بضمن هذا السعر مجموعة سيارات وهدول السيارات كلهم بتشابهوا من حيث شروط العقد تبع بريفات ليزين تبعهم، كلهم بيجوا بثلاث سنين مدة زمنية 1000 ميل بالسنة 10000 كيلومتر بالإضافة للصيانة مجانية، وما في شيء بيميز شيء، ما في شيء بيجي مع إضافة أو لا. فأنا ما عاد أذكر شروط العقد بهدول السيارات، رح أذكر بس شو هن السيارات وهيك أحكي بسرعة عن كل سيارة شوي. خلينا نذكر هدول السيارات مع بعض. أول سيارة بيناتهم هي سيتروين C4E، سيارة SUV جميلة متوسطة الحجم مميزة جدا من حيث الشكل الخارجي والداخلي، والتقنيات اللي فيها موجودة كتير مميزة ومساحاتها ممتازة حقيقة لعائلة صغيرة. بطاريتها 50 كيلو وات مداها بيصل ل 350 كيلومتر. باعتقادي هي أفضل سيارة موجودة ضمن هاي الفئة، ضمن فئة 3000 كرون، لأنه حجمها مناسب كتير لعائلات، يعني مداها مقبول وأماكن تخزين حتى جيدة. فأنا أنصح فيها حقيقة للسيارة لأني أنا كمان يعني معجب بالتقنيات الموجودة فيها والميزات الموجودة فيها. السيارة الثانية هي هيونداي كونا إي. هي السيارة SUV الصغيرة حقيقة كانت كتير مشهورة أول ما بلشت ببطاريتها الكبيرة نسبيا هي 64 كيلو وات، وكان مداها بيصل لأكثر من 500 كيلومتر وما زال حقيقة. بس الطراز اللي معنا اليوم اللي هو سعره تحت 3000 كرون بيجي الطراز المتوسط المدى اللي فيه بطارية 39.5 كيلو وات، مدى هاي السيارة بيصل لحوالي 300 كيلومتر. هاي السيارة جميلة كتير ومعروفة كتير بسوق السيارات الكهربائية لأنها ما لها سيارة جديدة حقيقة. الموديل تبع 2022 جاي مختلف شوي عن موديلات القبل، ولكن بشكل عام أكيد لح تعرفوها وأكيد لح تميزوا السيارة هاي موديلات اللي قبل ما فيها الفروقات الضخمة، وبشكل عام اللي بيحب التكنولوجيا الكوري لح يحبها أكيد لهي السيارة. السيارة الثانية معناها اسمها DFSK Series 3، كمان هي سيارة SUV صغيرة من اسمها مجلعة سيكن بينة انه صينية الحقيقة. انا ما عندي كتير معلومات عن هي السيارة، بس اللي بعرفه اكيد انه هي مجهزة بطارية حجمها 53 كيلو وات ساعة ومدها حوالي بيصل ل 329 كيلومتر. مجهزة بطريقة جيدة من ناحية المقصورة الداخلية وانظمة الامان فيها مثل كل السيارات الصينية. ما فيني انصح فيها، ما فيني زم فيها، ما عندي فكرة كتير كبيرة عنها، بس اللي بقوله من ناحية السعر انه هو غالي اذا ما قارناه بمثيلتها الام جي، وكمان حتى لاحظته انه حجمه اصغر من ناحية المقصورة الداخلية وحتى مكان التخزين. سيارة كمان كتير محببة لقلبي هي الهوندا اي، وهي السيارة من اجمل السيارات انا برأيي من فئة السيتي كار ميني هاتشباك. شكلها غريب جدا وبتحس فيه هيك المستقبل فينا نلمسه بوضوح، مميز جدا، مقصورة داخلية راقية جدا، فيها كم كبير من التقنيات والتجهيزات الموجودة فيها، وهي التقنيات والتجهيزات هي حقيقة سبب انه مخلي سعرها شوي مرتفع.
مشكلة هاي السيارة الأساسية هي حجمها الصغير كتير، بطاريتها صغيرة كمان 35.5 كيلو وات ساعة، مداها بيصل لحدود 210 كيلو متر، بس أكيد رح نفكر فيها كتير قبل ما نقرر نجيبها، بس أكيد هي للعزابية وللناس بيحبوا التميز والشكل المميز للسيارة، فهي السيارة هي طلبهم. لحقوا حالكم لأنه هذا عرض خاص من هوندا حالياً، بريفات ليزينج، الدفعة الشهرية تبع الهوندا هو أكثر من هيك، ولكن هلأ حالياً موجود بهذا السعر. السيارة الأخيرة معنا هي البي ام دبليو اي 3، وهي حقيقة سيارة كمان لها سمعة كبيرة ولها تاريخ طويل، هي من الأعضوات في نقول السيارات الكهربائية القديمة، هي يمكن ثالث سيارة كهربائية تجارية أنتجت بالسوق. بي ام حقيقة عاملين عرض قوي كتير، البريفات ليزينج تبعهم مميز شوي، مدته الزمنية 12 شهر يعني سنة، سعره كمان 2995 مثل ما حكينا. انا لاحظت انه بعض الوكلاء دامجين مع العرض دواليب شتوية والبعض لا، ما فيني اقول انه جاي مع العرض دواليب شتوية، بس ممكن تدور على البلوكيت وتشوفوا اذا في وكيل عنده عارض دواليب شتوية بهذا السعر فاحجزوها مباشرة، لا توقفوا اذا حابين. السيارة هي كمان مثل ما حكينا هي هيك سيارة ميني صغيرة جميلة، ما فيني اقول انه هي سيارة عائلية، كمان هي من ضمن الفئة الميني هاتشباك، بس هي اكيد اكبر من الهوندا اي مثلا، فالموضوع راجع لكم. بالنهاية اسمه بي ام دبليو، اسم مميز وبيغري كتير اي حدا يجيبه، ومدة الزمنية تبعه 12 شهر سنة واحدة بس، فاكيد الموضوع بيستحق الواحد يفكر فيه قبل ما ياخد قرار. هلا استعرضنا كل السيارات البريفات ليزينج اللي دفعتهم شهرية بتجي بين 2000 و 3000 كرون، انتو شوفوا شو اللي بتناسبكم، اسألوني اذا عندكم اي سؤال عن اي سيارة رح اكون مبسوط كتير اني جاوبكم، وانطروني بحلقة جاية من ايفي بالعربي، قلت انه رح احكي فيها عن رينو زوي اللي بهمه، سيارة كتير جميلة تابعوها، وبشكركم كتير لطولة بالكم، وبشكر كتير اللي تابعني للنهاية، وبشوفكم قريبا بإذن الله.